إذا مستمعينا من ريف دمشق ينضم إلينا مباشرة مازن الشامي عضو شبكة الشام. مازن مرحبا بك. نعم مرحبا مازن. نتحدث بداية عن المعاناة الإنسانية التي يعني تضرب معظم المناطق السورية، لكن نود أن نتحدث تحديدا عن الغوطة، كيف يبدو المشهد هناك في ظل البرد القارس الذي يجتاح المنطقة؟ يعني ربما العاصفة بدأت تهدأ قليلا، يعني في صباح اليوم كان هناك يعني الجو كان يرتاح نسبيا، يعني من أجل خروج طائرات أمريكا وتنفيذها غارات جوية، يعني حتى لحظة لدينا كما ذكرت في تقريرك 21 شخص قضوا جراء هذه العاصفة الثلجية، كان منهم 6 أطفال، آخر طفل سقط اليوم طفلة في بلدة دير العصافير. حقيقة الكل يعلم الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، ربما لاحظتم المقاطع التي بعثناها أو رفعناها على اليوتيوب، حقيقة المناظر تؤلم. أنا بأم عيني رأيت أطفال أقدامهم تنزف دما جراء البرد أو العاصفة الثلجية التي تعرضت لها الغوطة الشرقية. هذه المقاطع وثقتها. مازن إذا مستمعينا فقدنا الاتصال مع مازن الشامي مراسل شبكة شام من ريف دمشق.